وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من خبرياتنا بلا حدود. مثل ما شفنا، موضوع التحدي الأول للعرض المباشر الثاني عشر كان عن الحيوانات الأليفة، والموضوع كتير حلو لأنه إنساني بالدرجة الأولى، وحيكون تقريبا سهل للمشتركين الأربعة اللي ضلوا معنا. المشتركين على أعصابهم، هم عم ينتظروا إعلان سيلين عن موضوع التحدي الثاني. نتابع شو صار. جاهزين لتاني تحدي؟ جاهزين. تاني تحدي لهذا الأسبوع هو لسه في تحدي ثاني، شو معقولة يكون؟ أكيد راح يكون شيء مختلف تماماً عن الكيوتنس والحلاوة البيتس، فالله يستر. بدكم تحكوا؟ لك يلا سيلين قولي، احترقت أعصابنا. أكيد كل واحد بالفئة تبعيته أكيد. عن العنصرية. نايس. أو ريسيزم. حلو. التحدي الثاني عن العنصرية، والموضوع مثل ما منعرف مش سهل رح يكون على بعض المشتركين. كيف حيوصلوا فكرتهم من خلال فيديوهاتهم؟ كانت مبسوطة كتير، فجأة راحت الضحكة. ما معقول يخطر على بالي أطرحه بحياتي هالموضوع. فكتير استغربته لأنه يعني صراحة ما بحب المواضيع السلبية. ما حبيت الموضوع. حلو الموضوع، أنا ارتحت. بالنسبة لي أهين من التحدي الأول، يعني الخيارات مفتوحة قدامي، أنا حرة شو ما بدي أعمل. يعني في حدا فينا ما مر بعنصرية يوما ما، بينما الحيوانات الأليفة يعني موضوع محدود. كيف أوصل الفكرة بالعنصرية؟ ممكن هذا الشيء اللي ضايقني الموضوع. سيلين مثل العادة دائماً بتساعد المشتركين وبتدعمهم لتوصلهم للفكرة الصحيحة وتعطيهم طريق سهلة ليقدروا يعملوا فيديوهاتهم. الفيديوز مفروض يكونوا ضد العنصرية، ما بديكم تحكوا دراما، بديكم تحكوا شيء منيح، تحفيز، مش أنه نحكي عن العنصرية وتاريخ العنصرية وكيف بلشت وشو يعني عنصرية. ما بدي كل هدول، كلنا بنعرف شو يعني عنصرية، وبتصور كلنا بمرة بحياتنا يمكن إن واجهنا ولا انحطينا بمواقف صار في تمييز عنصري يمكن بحقنا أو يمكن بحق ناس بنعرفهم. فكفكرة الموضوع كلنا بنعرفها، كيف بنحكي عن الموضوع؟ شو بديكم تعملوا؟ ريسيرش. برأي نور الدين، خلينا نتابع شو قدمت السينما للعنصرية. السينما تحدثت عن كل المواضيع ومن ضمنها العنصرية، خصوصا السينما الأمريكية، لأن أمريكا مرت بعهود كثيرة من العنصرية. جتني أفلام كثيرة ببالي أتكلم عنها، مواضيع عامة، ولحد الآن ما محدد فكرتي، بس الحمد لله في أفكار. وكان لنور الدين سؤال عن طريقة طرح فكرة العنصرية في التحدي الثاني عشر. حدا عنده أسئلة عن تاني موضوع؟ أكيد. أكيد. إيه نور الدين، تفضل. يعني الفيديوز لازم تكون ضد العنصرية. أكيد. مش عن العنصرية. أكيد. وقت بيكون في موضوع بالفون تبعيته سلبية، نحن بدنا نعالجه بطريقة إيجابية. دائما هيك. وضحت الفكرة؟ نعم. بس سيلين استغربت من شيء، نتابع شو كان. حدا عنده شي سؤال؟ كيف جرى ما عندكم سؤالات؟ يا أما ما فهمانين الموضوع يا كتير مرتاحين بالمواضيع. بتأمل إنه تكون الثانية، ما بدي انهيارات. مشاهدينا منروح فاصل وراجعين. شو قال المشترك راشد عن سمر، وهل رح تقدر تحضر موضوع العنصرية من خلال فئتها وعن جنان كمان؟ حسيت إنه في التحدي الثاني صعب على سمر، لأنه الفئة حقتها يعني ما أعرف كيف تتكلم عن الموضوع هذا، وجنان حسها بتعيد نفسها في الموضوع يعني. وهذا كان رأي المشترك راشد عن جنان وسمر، وهلأ خلينا نتابع شو كان رأي المشترك نور الدين عن فئة السينما والأفلام، وكيف استعدادات سمر عن فئة الويلنس. أنا جدا مستعد، وأتمنى المركز الأول اللي أخذته بالحلقة اللي راحت يكون دافع قوي، وأشوفهم شيء لسه أجدد من اللي أنا سويته، ونوصل للمرحلة الأخيرة إن شاء الله. هيدا أكتر أسبوع بكون مستعدة فيه لبلش بحماس الريسيرش وقدر أطلع بفكرة للفيديو ونفذ، وحب كتير هيدا الأسبوع أقدم شيء ولا مرة مقدمته، فكرة جديدة، فإن شاء الله خير. يلا Let's roll.
المنافسة صارت قوية بين المشتركين والكل بده يتصدر المرتبة الأولى. إذا شديت حيلي الأسبوع هذا إن شاء الله بتكون الأفضلية لي. صرنا 4 وما بقى في مزح أبداً، كلياتنا عم نتحدى بعض. المشتركة جنان عن فئة الشعر بتدور على فكرة كيف تحضر تحدي الحيوانات الأليفة. نتابع تحضيراتها ومنشو تفاجأت سيلين. اليوم المفروض تكون أفكاري جاهزة لأقعد مع سيلين وأطرح عليها أفكاري، بس للأسف يعني من كتر ما في أفكار براسي أنا معرفت أعتمد على شيء كتير فيه تشتت. يعني من مبارح لليوم ما بعرف عد كم فكرة إجت براسي. يمكن أحكي بشكل عام أنا عن أكثر من حيوان، ولكن القصيدة تكون شاملة يعني عن الحيوانات. قصيدة عن الحيوانات؟ لا لا قصيدة؟ لا مش نسر. أوكي، لا بس خلينا نكون واضحين، لأنه قصيدة يعني صرنا شوي عم نحكي يمكن قصيدة أولاد صغار إذا عم نحكي عن الحيوانات. لا لقصيدة. لا ممكن أحكي عن أكثر من حيوان، ممكن أحكي عن الفيل. عن الفيل؟ فيل؟ لحظة حيوانات أليفة. كتير أليف. شو كتير أليف؟ حيوانات أليفة يعني تحتيها ببيتك؟ نربيهم يعني. بتربيه؟ خيل طيب، خيل. منروح عن التحدي الثاني اللي موضوعه عن العنصرية، نتابع شو حتحضر جنان وشو دار نقاش بينها وبين سيلين. عم فكر أحكي عن العنصرية الطبقية، نظرة هالازدراء أو هالعنصرية اللي بتصير من الأغنياء للفقراء، بس بنفس الوقت كمان على البشرة. يعني موقف يصير بين حدا غني وفقير يبين فيه العنصرية، وبنفس الوقت هو يكون هيدا الشخص من زاوية البشرة السوداء وفقير. يعني لحظة. بس شغلتين هنا. يعني فقير وبشرة سوداء. كتير فتة بموضوع معين. أوكي. يعني عنصرية الطبقية اللي هي بين غني وفقير، والغني يكون أبيض والفقير يكون، ما هو أصلاً إذا 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 واحد غني ولا مش غني أبيض وأسود هو ردي على الأرجح فيه عنصرية. عرفت يعني ما كتير تزيد تقل على الموضوع تبعي، كتير عم بتقلية للفكرة. منروح فاصل ومنتابع. أنا بشوف إنه فئة جنان مهمة كتير ورح تساعدها لتبدع وتقدم محتوى مفيد عن العنصرية، بس خلينا نشوف استعدادات جنان النفسية وهل هي متفائلة أو لا. بالليل وأنا قمة القلق والتوتر، اليوم مروقة شوي، صحيح إنه بعد ما في أفكار معتمدتها بدي نفذة جاهزة للتنفيذ، بس مروقة متأملة إنه أنا بقدر أقدم شيء حلو ولو بآخر وقت طلعت بفكرة. يمكن هاي الفيديو اللي عامله بآخر وقت هيك كيف ما كان يطلع حلو كتير، ما بعرف، متفائلة أنا. نور الدين بعده متوتر، يمكن لأنه المنافسة عم تقوى والكل عينه على المركز الأول. خلينا نشوف سوا كيف حضر للتحدي الأول اللي هو عن الحيوانات الأليفة. بعد البحث المطول وخصوصاً هذا أكثر أسبوع علينا ضغط وبدنا نطلع أفكار جديدة، وصلت لأفكار ولازم أعرضها على سيلين وأتمنى توافق مباشرة. شو الوضع لهذا الأسبوع؟ هالأسبوع أنا أكثر أسبوع هيك شوي قلق ومتحمس أسوي شيء كويس بنفس الوقت قلق، لأن ليه؟ أهم أسبوع أنا أشوفه هذا. مزبوط. يعني أسوأ شيء واحد يطلع هلأ. فالأفكار اللي عندي إياها، أول فكرة عن الحيوانات الأليفة. أنا كان عبالي أسوي شيء ستوب موشن. أوكي. وهلأ نازل فيلم اسمه Isle of Dogs. اوكي. فيلم لويس اندرسون. بيحكي عن جزيرة كلها كلاب وكلها بيتس، كلها كلاب ناطقة يعني الفيلم. فبدي العب على فكرة الستوب موشن مع فكرة انا الانسان الحقيقي مع بيت. اي ريفيو ذا موفي. اوكي. حلوة؟ يعني يمكن يعني ما عم صدق انا انه هيك عم اقول اوكي بهالسهولة. الحمد لله. كمان سألنا نور الدين شو تحضيراته عن التحدي الثاني اللي حيكون عن العنصرية. في افلام كثيرة لها علاقة بال، وفي كثير اصلا افلام. يس. فكرت انه شو الافلام اللي بدها تكسر هاي النمطية وبدها تكسر هاي العنصرية، واجى ببالي ستار وورز. اوكي. فسر لي شوي اكثر. هلا ديزني اللي تملك ستار وورز حاليا، دي يجيبون ممثلين مكسيكان، صينيين، آسيويين، ممثلين أصلهم عربي، دي يحطوهم بأدوار رئيسية، بس أنا أخاف لما توصل أو شيء. يعني في عندك بالعكس، ما هي ليه بس ليه ما بدها توصل؟ يعني إذا أنت عم إذا نحن عم نحكي عن
تاريخ ستار وورز وكيف اول شيء كان مثله مثل حيلا موفي اندستري ولا ساغا غيره ولا حيلا فلوم غيره وكيف اليوم عم يكسر هالستيريوتايبنج اللي خصه بالعنصريه فعم يعمل لك مره على مره مره على مره بطريقه كثير ذكيه. انا بتصور انه الفكره كثير كثير انترستينج وخصوصا اذا عم بتراجع ذا انتاير ساغا اوف ستار وورز يعني شوي التاريخ وترجع ات سام بوينت you're reviewing one or two of the movies of Star Wars وتسلط الضوء على الأبطال الجديد تبع Star Wars. تمام thank you شكرا. وخلينا نروح لنور الدين ونتابع كيف تحضيراته. في كلمة قالت لي إياها يارا إنه أي فكرة جديدة راح تأخذ أصداء إيجابية فحاولت بالفكرتين إنه أقدم شيء جديد تحدي بالنسبة إلي وتحدي عشان ما أخلي الناس تمل ولا لجنة تمل إنه أتكلم عن الفيلم وأعطي سكور وهكذا فإن شاء الله تجيب نتيجة. بعد ما اتفقت ويا سيرين على الأفكار جينا اليوم بدنا نصور تحدي ثاني عن العنصرية راح يكون شيء مختلف تماماً. إحنا بقينا بس أربعة بالبرنامج منافسة اشتدت طبعاً والضغط كبر لكن إحنا دائماً لازم نساعد واحد الثاني واليوم راشد إجا ساعدني بالتصوير وأنا أشكر على هذا الشيء. أنا بكل فيديو أحاول أختار اللوكيشن إنه يكون يشبه الفيلم فما طول أنا دا أتكلم عن فيلم له علاقة بالخيال العلمي والليزرز جينا المكان ليزر تاجز يشبه أفلام الخيال العلمية فيوتشرستيك خلينا نسميه راح تشوفون باللقطات في شيء سبيشل في إفكتس من الليزرز وراح تتخيلوني إنه أنا داخل الفيلم. المشتركين في مرحلة خطرة ولجنة الحكم دائماً تنتظر شيء جديد منهم وتحاسبهم على كل غلطة صغيرة. المشترك راشد قعد مع سيلين وطرح أفكاره عن التحدي الأول اللي حيكون عن الحيوانات الأليفة. من بعد ما أخذنا التحدي بحثت كثير عن التحدي وطلعت بفكرتين حلوة ولسه الحين بجلس مع سيلين عشان نتفق على الفكرة ويبدأ التنفيذ. مرحبا راشد. أهلاً وسهلاً. كيفك؟ تمام. تمام؟ شو وضع هذا الأسبوع راشد؟ هذا قبل آخر أسبوع الحيوانات الأليفة أنا أبغى أسوي تجربة جديدة واللي هي النحت يعني أوكي بس كيف عم تعالج الموضوع؟ بالنحت فهمت بس شو هو شو الرسالة اللي عم توصلنا إياها؟ الرسالة أنه مثلاً أنا أحب الحيوانات الأليفة. الرسالة هي أنه أنت بتحب الحيوانات الأليفة؟ هي طلع بيشبه فيديو المرأة اليوم المرأة العالمي هار من الرسم ومن التلوين ومن كل هيدا وأكيد انحات بس بدي رسالة مش الرسالة إنه أنا بحب الحيوانات الأليفة هي منا رسالة أنا غير الفكرة لا ما تغير الفكرة أنا ما عم بطلب منك تغير الفكرة أنا عم بطلب منك تزيد شوي عليها تيطلع الفيديو وتبقولك قوي. خلينا نروح سوا ونشوف راشد المتاعب وكيف تحضيراته لتحدي الحيوانات الأليفة. الفكرة كانت هي أنا نسوي الفيديو عن الحيوان الأليف اللي هي القطة فاليوم إن شاء الله بيكون تصوير حلو ويكون فيديو حلو. بدأت التصوير وساعدني نور الدين في التصوير بس كانت شوي القطة شوي جننتنا في التصوير مو براضي نتوقف نفس المكان فهذه الأشياء اللي أنا عانيت منها في التصوير. التصوير هو عبارة أنه أنا غيرت من الفكرة كاملة وسويت نحت بشكل القطة يعني وغيرت من الشيء اللي جالس أنا أسويه عشان أطلع بشيء جديد وفكرة جديدة وتكون نفس الوقت أنه يعني الفن ما يختصر على الجرافيتي أو يعني أقدر أسوي أشياء كثيرة فيه. الصعوبة في الفيديو الأول اللي سويته أنا هو الحيوانات الأليفة أنه أنتظر الطين ينشف عشان أقدر أكون يعني أشكل شكل القطة بالشكل المناسب فهذا الوقت اللي طول معي عشان تنشف العجينة. أنا مبسوط بالنحت اللي سويتها مبسوط فيه بس أنتظر ينشف عشان أجمله يعني بطريقة أحلى وألونه ويكمل الشغل. انتظروا المنحوتة يوم الجمعة بتشوفون شيء جديد وفن جديد والفن ما يقتصر على الجرافيتي وبس. وسألنا راشد كمان شو حيقدم لموضوع التحدي الثاني عن العنصرية. العنصرية فكرت بفكرة ثانية إنه ألون على وجه بس يكون يعني الفيديو يكون بالعكس ما يكون من البداية. أوكي. يعني في النهاية وأنا أرسم على الوجه في النهاية الوجه يكون مبتسم.
يعني مهما تغيرت هذا لا العنصرية يعني تغيرت الديانات تغيرت المدن تغيرت لا العنصرية. أوكي حلوة الفكرة راشد. الحمد لله. شفت كيف هون عم ترسم شيء بس في رسالة. فهمت شو؟ فهمت الفرق؟ أوكي حلوة تاني فكرة. سيلين عجبتها فكرة المشترك راشد، خاصة إنها هادفة وبتحمل رسالة. مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، تابعوني بكرة بنفس التوقيت. كنت معكم لوريس الحراني، تصبحوا على ألف خير.